يا مكان في قديم الزمان ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في بلاد تايلاند الخضراء حيث الجبال تلامس المدى كانت أرملة مزارعة تعيش مع ابنها الوحيد كاندا. كان كاندا يعمل مزارعا من الصباح وحتى المساء، وبستانه الصغير يكفيه وأمه ويزيد. عادة يفرح المزارعون لنزول المطر لأنه رمز الخير، أما كاندا فكان يفرح لسبب آخر، فبعد نزول المطر يتحول التراب إلى وحل فيمارس كاندا أمتع هواياته وهي الرسم على الوحل. منذ كان طفلا اكتشف كاندا هذه الطريقة للهروب من حزنه على وفاة والده، وبقي حتى صار رجلا يرسم على الوحل أحلامه: بستان مثمر وبيت حصين وزوجة جميلة مع أطفال مرحين. كانت رسوماته بديعة تعجب كل من يراها، وكانوا يتمنون لو أنها حقيقة لشدة جمالها. ذات يوم وبينما كان كاندا يسقي البستان وجد ريشة طاووس بديعة الألوان، فاندهش من فين أتت وكيف إلى بستانه وصلت. فكر كيف يستخدمها، وخطر له أن يرسم بها، ثم سمع صوت المناديه ويقول: ارسمني، حررني، أنا طاووس مسجون تحت جذوع الشجرة. تكرر الصوت مرة بعد مرة، فصدق كاندا أذنه ورسم طاووسا جميلا. وبعد ثواني انتفض الطاووس أمام عينيه، فتح ريشه المبهرة وأخذ ينتقل في البستان على قائمتين. فجن كاندا وأمه بالطاووس وترك كل شيء وراح يراقبانه ويهتمان به. كذلك رأى الجيران الطاووس فتركوا بيوتهم وتحلقوا حوله. انتشر خبر الطاووس الجميل في كل البلاد، وراح الناس يقصدونه من كل الأرجاء، فيفتح لهم ريشه ويتمايل أمامهم في خيلاء. ذات يوم لاحظ كاندا العصافير تترك الأغصان وتتجه نحو فتاة حسناء واقفة عند سور البستان. أدخلت الفتاة يدها في كيسها الصغير وأخرجت حقنة من الحبوب لتطعم الطاووس والعصافير. أراد كاندا أن يعرف من هي، فاقترب منها. كانت تلاطف الطاووس والطيور وتبكي
يبتسم لها في حنان. ألقى عليها السلام فابتسمت ونثرت في بستان كاندا وقلبه السرور. قبل أن يتجرأ كاندا ويكلمها مضت مسرعة ولحقتها الطيور. فتمنى لو أنه عصفور ليبقى معها يراها ويكلمها ويسمعها. يوما بعد يوم بقي كاندا ينتظر عودة الفتاة الحسناء ليتحدث معها ويعرف اسمها. هل هي متزوجة أم عزباء؟ في هذا الوقت وصل خبر الطاووس المشهور إلى مسامع الإمبراطور. كان ذلك الإمبراطور معروفا بالطمع والغرور ويعتبر كل ما في بلاده ملكا له، وكان يصادر حصاد المزارعين ونسج النساجين وحتى ثمار البساتين. أثناء إحدى جولاته رأى الطاووس من بعيد فأعجبه، وفكر أنه سيكون لحفل عيده زينة مناسبة. أمر الإمبراطور جنوده أن يحضروا الطاووس في الغد إلى حديقة قصره. في اليوم التالي بينما كان كاندا في الحديقة هب النسيم فجأة وطارت العصافير كلها. تبعها كاندا بنظره ورأى تلك الفتاة تقف عند سوره مع عدد من المزارعين والأولاد يراقبون الطاووس كالمعتاد. تناولت الفتاة من كيسها حفنة ذرة وأطعمت الطاووس والطيور. فرح كاندا بعودتها التي انتظرها فاقترب ورحب بها وردت على تحيته بمثلها. عرفها باسمه كاندا وعرفته باسمها لعلانا. ما إن لفظت اسمها وقبل أن يدعوها كاندا لدخول البستان والتعرف إلى أمه حضر جنود الإمبراطور فوق جيادهم متسلحين بسهامهم ونبالهم. أمروا كاندا أن يسلمهم الطاووس العجيب وهددوه بالسجن والتعذيب. ها؟ ماذا سيفعل كاندا؟ أسمع أصواتا تسأل، أتريدون معرفة ما حصل؟ حسنا حسنا سأخبركم. نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. قبض الجنود على الطاووس، حاول كاندا منعهم فضربوه وطرحوه أرضا وأفزعوا الناس، ففروا إلى منازلهم خائفين. وقف كاندا بعد جهد وتلفت حوله فوجد أنه ضيع أحلامه، فقد طاووسه واختفت حبيبته لالانا. لم تبق له إلا أمه تحنو عليه وتخفف عنه الأحلام. وضع الجنود الطاووس في قفص في حديقة القصر حتى يحين موعد الحفل الكبير بعد العصر. بعد ساعة توافد الوزراء وقادة الجيوش والأمراء، أحاطوا بالإمبراطور السعيد بعيده الرغيد. وقبل بدء الاحتفال أمر الإمبراطور بإحضار الطاووس واعدا الزوار بمفاجأة عظيمة. احضر الطاووس وانتظر الجميع ان يروا جماله، لكنه تجمد مكانه ولم يفتح ريشه البديح وتجاهل الامبراطور والجميع. راح قائد الجيش يأمر الطاووس ببسط ريشه جاهلا انه مجرد طائر وليس جنديا ينفذ الاوامر. اقترح وزير ضرب الطاووس، واقترح آخر رميه من مكان عال ليضطر إلى الطيران. كانت لالانا حاضرة، فهي ابنة طبيب الإمبراطور، لكنها متواضعة طيبة تحب الكائنات الضعيفة وتحديدا إطعام الطيور. رأت لالانا ما يجري وتألمت في صمت. فكرت في طريقة لمساعدة الطاووس، وحين حاول أحد الجنود رميه من فوق أحد أبراج القصر سارعت لالانا ومنعته.
وتوسلت الى الامبراطور الا يسمح بهذا الفعل المشين ويرحم الطائر المسكين. تعجب والد الالان من تصرفها وامر امها واخوتها بان ياخذوها الى البيت ويسجنوها في غرفتها. غادرت لالانا حزينة، ليس لانها ستسجن في الغرفة، بل لانها لم تستطع انقاذ الطاووس من ايدي هؤلاء الناس عديمي الرأفة. اقترحت زوجة الامبراطور اعادة الطاووس الى صاحبه، لعل طبعه يتحول فقد يكون من الطيور التي لا تألف الا مكانها الاول. كان الامبراطور يغلي من الغضب، لكنه وافق على فكرة زوجته. انتقل الامبراطور وزوجته ومدعووه الى بستان كاندا واعطوه الطاووس وانتظروا ان يفتح ريشه، لكن الطاووس رفض وارتمى ارضا كأن به مرضا. بلغ الغضب اوجه بالامبراطور فرمى الطاووس بسهم قاتل وانصرف. حزن كاندا وامه اشد الحزن فبكيا بدموع المرارة والاسف. دفنا الطاووس في ارض البستان، ولكن لبست الغرسة زرقاء. اندهش كاندا وامه وهما يراقبان الغرسة الغريبة تكبر وتكبر لتصبح شجرة تتمازج فيها الوان ريش الطاووس الزرقاء والخضراء الرائعة، حتى اوراقها كانت على شكل دوائر ريشه اللامعة. وجد كاندا في الشجرة بعض العزاء بفقدان طاووسه، فاعتنى بها عناية خاصة وميزها بمحبة خالصة. بعد سنة بالتمام والكمال ويوم عيد الامبراطور، اقترب كاندا من الشجرة يبكي طاووسه، ثم راح يسقي الشجرة فوقعت منها ريشة طاووس تشبه الريشة الاولى وقالت: لا تبكي يا كاندا، بل ارسم ارسم بيت احلامك. رسم كاندا بالريشة فوق التراب بيت احلامه، وفي ثوان تحول الرسم الى حقيقة. ركضت الام الى البيت تلمس الجدران والابواب لتتأكد من انه ليس من سراب، ثم قال الصوت لكاندا: ارسم فتاة احلامك. خفض قلب كاندا وهو يرسم الالام الجميلة. وفي لحظة ظهرت لالانا في البستان وتجمعت العصافير حولها، فارتبك كاندا ونسي الكلام. ارتفع الصوت مجددا: مهلا يا كاندا، قبل ان تأخذ عروسك ارسمني انا طاووسك. رسم كاندا الطاووس فعاد كما كان يزهو مختالا في البستان. اما كاندا ولالانا فقد تزوجا وانجبا بنينا وبناتا، احبتهم الطيور كما احبت امهم، وكانوا حين يطلبون من جدتهم ام كاندا ان تحكي لهم حكاية، كانت تحكي لهم حكاية الطاووس. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام الا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الانام. كان يعيش قزم اسمه يشار في بلدة تركية مشهورة بمزارع الابقار. لذكائه وفطنته احبه اهل قريته، لم يسخروا ابدا من قصر قامته، لكن حين يتكلم يشار عن احلامه ينفجر الجميع في الضحك. فيشار كان يحلم ان يتزوج فتاة جميلة وطويلة،
ولم يضايقه ابدا ضحكهم، بل كان يؤكد لهم انه سيحقق حلمه وباقل ثمن. كان يشار يعمل فلاحا بالهجرة، يقتلع الاعشاب الضارة ويحرث الارض كي تصبح قابلة للزراعة. ذات صباح بكر بينما كان يعمل في قلع الاشواك والاعشاب الضارة، دخلت شوكة في رجليه، تألم كثيرا وحاول نزعها لكنه لا يستطيع، فبحث عن شخص يساعده. كان معظم اهل البلدة نائمين، فكاد يشعر باليأس، لكن رائحة الخبز الطازج فاجأته، فانطلق الى الفرن يطلب مساعدة الخباز الذي يستيقظ قبل معظم الناس. فقدم يشار الى الخباز بالتحية وعيناه منشغلتان بمنظر ارغفة الخبز الشهية. كان الخباز رجلا طيبا ويحب مساعدة الاخرين، فنزع شوكة يشار بطيب خاطر ورماها في نار الفرن الهادر، وعاد الخباز لمتابعة عمله. لكن يشار بدل ان يشكره صاح غاضبا: لما فعلت هذا؟ لما رميت الشوك في النار؟ اندهش الخباز وقال: وما حاجتك الى شوكة؟ اجاب يشار منفعلا: احتاج اليها، انها غالية علي، كما انني طلبت منك نزعها لا احراقها. تشاجر الرجلان طويلا حتى كاد خبز الخباز يحترق، مما اضطره الى الاستسلام والاعتراف بخطئه في حق يشار. سأل الخباز يشار عن التعويض الذي يريده مقابل شوكته الغالية، فأجاب: 10 أرغفة خبز. لم يقبل الخباز طلب يشار، وقال: هذا ليس عدلا، لأن الشوكة لا تساوي 10 أرغفة. تجدد شجارهما إلى أن تعظ الخباز واستسلم وأعطى يشار الأرغفة التي طلبها. مضى يشار يأكل الخبز مستمتعا بمذاقه اللذيذ، ثم التقى بثلاثة من أولاد مربي البقر، يحمل كل منهم جرتي لبن ويقصدون السوق لبيعها. سأل يشار الأولاد إن كانوا يريدون الخبز، فأجابوا بالإيجاب والترحاب، أعطاهم الأرغفة وذهب. راقبهم وهم يأكلون، وعندما أنهوا الأكل رجع إليهم وسألهم: أين أرغفتي؟ أين أرغفتي؟ فأجابوا: كيف تأكلونها؟ أنا لم أسمح لكم بأكلها، بل سألتكم إن كنتم تريدون الخبز. تشاجر يشار مع الأولاد وطلب منهم تعويضه وإعطاءه جرار اللبن الست التي معه. إذا كانت الشوكة تساوي 10 أرغفة، فهل تساوي الأرغفة 6 جرار لبن؟ وإلى أين سيصل يشار في لعبة التعويض والثمن؟ حسنا حسنا، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. فكما طرحت السؤال، سأعطي الآن الجواب. بعد طول أخذ ورد وشجار، أعطى الأولاد الثلاثة الجرار ليشار. لم يستطع يشار حمل الجرار كلها، فجلس على قارعة الطريق ينتظر ما سيحمله له هذا النهار. شرب قليلا من اللبن وإذا بامرأة عجوز قادمة تجر خلفها عجلها.
سألت العجوز يشار عن الجرار، فأجابها: اشتريتها مقابل ثلث فضة، وأفكر في تحويلها إلى قصدة. استحسنت العجوز الفكرة وقالت: أحسنت التفكير، القصدة غالية ومربحة، أنا عندي عجل وثور وليس عندي بقرة، لو امتلكت واحدة لصنعت من حليبها القصدة. سألها يشار مشيرا إلى الجرار: أتريدين أن تجربي؟ غادر يشار المكان، فحملت العجوز الجرار فوق عجلها وربطتها جيدا وذهبت لتصنع من اللبن القشدة. بعد ساعة أتى يشار إلى بيت المرأة العجوز يطالب باسترداد جرار اللبن، لكن المرأة استغربت وقالت: ألم تعطني اللبن لأصنع القشدة؟ حينها صاح يشار: ماذا؟ فضعتي قشدة من لبني، يا ويلي يا ويلي، أنا لم أطلب منك أن تفعلي، أنا قلت إنني أفكر في تحويل اللبن إلى قشدة ولم أتخذ قرارا نهائيا. قالت العجوز: للأسف بدأت العمل، وضعت اللبن في كيس القشدة و... قاطع يشار العجوزة بكلماته الغاضبة الرافضة وردت عليه بالمثل، وانخرط في شجار ليس له نهاية. تعبت العجوز واستسلمت وقالت ليشار: أنا المخطئة يا بني، ماذا أفعل لتسامحني؟ أجاب يشار وهو ينظر إلى العجل والثور: اختاري بين العجل أو الثور كبديل. لم تقبل العجوز بأي من الاثنين. ماذا؟ عجل أو ثور مقابل 6 جرار لبن؟ مستحيل. لكن يشار أصر وكاد يسحب الثور. عندها وافقت العجوز أن تعطيه عجلها لأن الثور يساعدها في حرث أرضها. سحب يشار العجل ومضى يملأه الفرح والرضا. كانت الشمس توشك على المغيب حين وصل إلى قرية مجاورة، فسمع صوت هرج ومرج ورأى حشدا متجمعا في حديقة بيت. اقترب وسأل فعرف انه عرس ابنة صاحب البيت. دعا اصحاب العرس يشار الى الاحتفال معهم بعرس ابنتهم وتناول العشاء، فربط عجله في جذع شجرة وانضم الى المباركين. وحين بارك للعروس وجدها جميلة جدا، فجلس يتأملها وطال به الجلوس. قدم اهل العروس ليشار طبق رز بالخضار. ولكن اين اللحم؟ تساءل وهو مختار. لاحظ ان اهل العرس يقدمون الطعام من دون لحم، فسأل واستفهم، واتاه الجواب من والد العروس وهو خجلان: هرب العجل بينما كان يهب بدفعه السبان. عندها قال يشار: انا عندي عجل لا اعمل عليه، ربطته هناك، خذ خذ. اشار يشار الى العجل ثم اختفى عن الانظار. فرح اهل العروس واسرعوا الى العجل فذبحوه وشووه، وبعد قليل عاد يشار فاحضر والد العروس له طبق ارز بلحم العجل الحار. فساله مستغربا: ما هذا؟ ارز بلحم العجل، عجله. انتفض يشار غاضبا وصار يصيح كديك جريح: عجلي، اذبحت عجلي، كيف فعلتم هذا؟ قال والد العروس: انت سمحت لنا. اجابهم غاضبا: لا،
لا لم اسمح بذبحه. قلت لك يمكنك ان تأخذه لا ان تذبحه. كنت سأبيعه في الغد، انه كل ثروتي واعز ما عندي. يعرفني صار يشار يصرخ ويبكي، فترك الناس العرس وتجمعوا حوله، وكاد إخوة العروس يتشاجرون معه، ولكن والد العروس تدخل ليحل المشكلة، وعرض على يشار أي تعويض يطلبه. فقال يشار في ثقة: أريد أن تزوجني العروس. ذهل الناس من كلامه وصمتوا، ثم على صراخهم وشجارهم. تدخل والد العروس مجددا لإقناع يشار بطلب شيء آخر، لكنه قال: إما أن تعيدني عزي حيا يرزق، أو تزوجوني بالعروس من دون مهر أو حق. في هذه اللحظة أتى العريس مع أهله ليصحب عروسه، فعرف بالمشكلة وسمع حماه يقايض يشار على ابنته، فغضب وتشاجر معه، ثم أخذ أهله ورحل عنه. تزوج يشار الشابة الجميلة الطويلة واصطحبها إلى قريته، فسارع أهل القرية يشاهدون ولا يصدقون، ولكن لم لا؟ فلله في خلقه شؤون. كان يا ما كان في ثالث العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في فريج على شاطئ الخليج وفي بيت صيني كانت تعيش فتاة اسمها حصبة، وما كنا لنسمع عنها لو لم تحصل لها هذه القصة. اتفقت أم حصبة مع المطوع سارة أن تعلم ابنتها القرآن الكريم والحساب والقراءة، وتدفع أجرها في نهاية كل شهر لبنا وزبدا. انطلقت حصة سعيدة مع بنات الفريج إلى بيت لم أوع سارة، وهن يغنين كعادتهن: صبحنا على المطوعة. فردت المطوعة عليهن: هلا هلا بناتي، هلا هلا والله هلا بناتي. ثم التفتت الى حصة وقالت: لا صبحك لا ربحك يا خادمة الميت، 7 سنين مالك بخت. تضايقت حصة من رد المطوعة وكتمت في نفسها، عادت الى البيت واجتهدت في درسها، حفظت القرآن الكريم والحساب كي ترضي المطوعة، لكن المطوعة بقيت ترد على تحيتها بالجملة نفسها: لا صبحك لا ربحك يا خادمة الميت، 7 سنين مالك بخت. حل آخر الشهر، فطلبت الأم من حصة الذهاب إلى خيام البدو لإحضار الزبد واللبن للمطوع، لكن حصة تاهت فلم تصل إلى البدو ولم تعرف كيف تعود إلى البيت. مشت ومشت ومشت تحت أشعة الشمس القوية، ثم لمحت سورا عاليا، قصدته تحتمي في ظله، وما إن جلست وأسندت ظهرها حتى انشق السور وإلى الداخل سحبها. وجدت حصة أمامها قصرا وفناء واسعا، تجولت في المكان ثم رأت داخل القصر منظرا مروعا، رأت رجلا يركض على صغير لا يتحرك ولا يتنفس، كأنه مشلول وأصم وضرير. فزعت وظنته ميتا، ثم سمعت أنينا
خافتا دخلت الغرفة وكأد قلبها يتوقف. كان في جسد الرجل عشرات الآلاف من الإبر. فهمت حزبها أن هذه الإبر هي سبب غفوة الرجل، فبدأت تسحبها واحدة واحدة برفق كي لا توجعه وإلى وعيه ترجعه. بعد ساعات من العمل لم تكن حصة قد سحبت سوى 100 إبرة، وكانت يداها قد جرحتا فأجلت العمل إلى بكرة. لم تكن تنام ليالي كثيرة بسبب جروح أصابعها التي سببها نزع الإبر، لكنها لم تكن تشكو لأنها أحبت هذا الرجل النائم وتمنت أن تفعل أي شيء كي يصحو. مضت 7 سنوات ولم يبقى في الرجل سوى إبرة واحدة، وما إن همت حصة لنزعها حتى طرق الباب لأول مرة. أجلت حصة نزع الإبرة وفتحت الباب وهي متوترة. كانت امرأة اسمها سبيجة تبحث عن عمل. عرضت على حصة ان تساعدها في تنظيف القصر وتكتفي باقل اجر. وافقت حصة لانها كانت تتألم كثيرا من يدها واصابعها وتتمنى ان يقوم شخص باعمال البيت معها. ادخلت حصة سبيجة وطلبت منها ان تجلس ولا تتحرك الى حين عودتها اليها. ذهبت حصة لقضاء بعض الاعمال، لكن سبيجة لم تطع الامر. قامت تمشي وتتجول في القصر. رأت الرجل النائم على السرير، اقتربت منه ونزعت الإبرة الأخيرة من رأسه، فشهق وانتفض ثم عن سريره نهض. خرجت سبيجة وابتعدت عنه، لكنه أمسك بيدها وقال بتأثر: مشكورة وشكري مالي لي، اطلبي واعطيك. فرحت سبيجة وقالت: تزوجني وخلني معاك في القصر، لكن عندي خادمة ما احب يكون بينك وبينها كلام، انت اطلبني وانا امرها. صدقت المطوعة سارة، خدمت حصة الرجل 7 سنوات من دون كلمة شكر او وفاء، فهل ستجد فوق النجاة؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل الا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. حكى الرجل لسبيجة أن اسمه سعود وأنه كان تاجرا ثرينا، لكنه أغضب الغولة لأنه رفض أن يتزوج ابنتها، فشكته بآلاف الإبر ليكون عبرة العبر. أتت حصة ورأت الرجل واقفا فشهقت وفرحت. وقبل أن تتكلم صرخت سبيجة: لا تكلميني، صوتك ناشف، يلا روحي روحي يبي المأذون يزوجنا انا وسيدك يلا. حاولت حصة ان تتكلم مرة اخرى، لكن هذه المرة منعها سعود وامرها بالاشارة الى ان تبتعد. بكت حصة وتألمت وفكرت في الهرب والبحث عن اهلها، لكنها كانت تحب سعودا وارادت ان تخبره بالحقيقة قبل ان ترحل. صارت تعمل طوال النهار لقاء قطعة خبز وحبة تمر، وفي الليل تبكي وتتحسر وكلام المطوعة سارة تتذكر: لا صبحت لا ربحت يا خادمة الميت 7 سنين مالك بخل. تعافى سعود تماما فاستعد الى السفر الى الهند كما اعتاد في الماضي. فسأل زوجته سبيجة عن الهدية التي تريدها، فطلبت عقدا من اللؤلؤ
وعباءة من الحرير وأخرى من القطن. بينما كانت حصة في فناء البيت تعمل في حزن، لاحظ عليها أنها صارت ضعيفة، فأشفق عليها وسألها بصوت منخفض عما تريده، فهزت رأسها لأنها لا تريد شيئا، لكنه أصر فقالت: أبي لعيبة الصبر. لم يعرف الرجل ما هي دمية الصبر، لكنه وعد بإحضارها مهما كانت ثمينة، ومضى ليلحق بالسفينة. في الهند اشترى الرجل البضائع لتجارته ولم ينس طلبات زوجته. حان يوم العودة فركب مع بضائعه وبقية التجار في السفينة، إلا أنها لم تبحر. حاول النوخذة قائد السفينة تحريكها لكنها لم تتحرك، فنادى الركاب: أبينكم سارق أو شخص لم يدفع ثمن شيء اشتراه؟ فأنكروا جميعا. فنادى النوخذة ثانية: أبينكم من نذر نذرا ولم يفي به؟ أنكر المسافرون مجددا الأمر. فنادى النوخذة ثالثة: أبينكم من وعد أحدا بهدية ونسيها؟ تذكر سعود أنه نسي شراء دمية الصبر لحصة، فنهض وطلب الإذن بالذهاب إلى السوق من دون أن يشرح القصة. سأل سعود الباعة عن دمية الصبر، لكن أحدا لم يعرفها، وأخيرا عثر على دكان صغير فيه طلبه. لكن البائع سأل سعودا متأثرا: من الشخص الحزين متألم القلب والنفس الذي يريد دمية الصبر؟ سأله سعود متعجبا بدوره: ما حكاية هذه الدمية وما نفعها؟ ما يملك الدمية يفضفض لها بكل ما يؤلم قلبه، وهي تمتص كل آلامه فيكبر حجمها ويرتاح المتألم. تعجب سعود وتساءل عن سبب آلام حصة، دفع ثمن الدمية وأكمل الرحلة. وصل سعود إلى قصره فنادى سبيشة وحياها، ثم أعطاها ما طلبت فانشغلت بهداياها. أعطى حصة دميتها فابتسمت بعد خوف وتردد، سألها عن حالها لكنها لم ترد، لأن سبيشة تضربها إذا نطقت بأي كلام وتحرمها من الطعام. في الصباح الباكر تسللت حصة من القصر وجلست بعيدا، وراحت تشكو إلى لعبة الصبر. يا لعيبة صبري صبري قلبي صبري، أنا حصة اللي ما أصبحت ولا ربحت، خدمت الميت 7 سنين وما نبخت. يا لعيبة صبري صبري قلبي صبري. حكت حصة للدمية حكايتها وكل ما يؤلمها ويضايقها، حتى انتفخت الدمية فارتاحت حصة من بعض ألمها. وفجأة ظهر سعود وقد سمع الحكاية من أولها إلى آخرها، فاعتذر إلى حصة وشكر فضلها عليه. طلق سعود سبيشة الكاذبة وطردها، وتزوج حصة ورحل معها يبحثان عن فريجها وأهلها. وعندما عثرا عليهم عاش الجميع في سعادة.